السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شيماء خضراوي، عضو في التعاونية إبداع الدكالية، المنظم اليوم للإيفينمون ديالنا اللي غادي يمتد إن شاء الله من 5 فبراير حتى 13 فبراير. الهدف من التنظيم هو إحياء الصناعة التقليدية اللي حاولنا أننا نجددوها ونعود نحيوها مرة أخرى، ونعاونوا الحرفيين باش ندعموا الصناعة التقليدية. اللي حاولنا أننا نديروا إيفينمون باش كي نعرفوا بالصناعة التقليدية ونعاودوا نحيوها مرة أخرى. احنا كإبداعات دكالية حاولنا نجمعوا كاع الإبداعات الدكالية، وأيضا في الإيفينمون حاولنا نكرموا بزاف ديال الناس اللي دعمونا في الصناعة، اللي كانوا رواد في الصناعة التقليدية بحال السي غانم الله يرحمه اللي خلى البصمة ديالو في الصناعة التقليدية. الفكره اننا اصلا حنا كنا كنديروا المعارض والديفيليات، ديجا كنا درنا ديفيلي. الفكره اننا ديجا كنشوفوا المعرض هنايا الفضاء للانشطه المدره للدخل ديما خاوي وميت. حاولنا اننا نحيو الناس والتعاونيات والجمعيات اللي فيه، اللي عندهم فيه محلات، باش يحاولوا تما يبيعوا ويشريوا فيه ويكون نشط تجاريا، سيغتو مع مع الكورونا اللي هبطت السوق ديال الصناعه التقليديه. كل شيء تقريبا لبى النداء، وكل شيء رحب بالفكره، حتى المندوبه استاذه فاطمة الزهرة اللي حتى هي رحبت بالفكره ودعمتنا وقالت ان الفكره جميله، حيت غادي تعاود تحيي الصناعه التقليديه، وكاع الناس اللي عرضنا عليهم الفكره رحبوا بها. هاد المعارض على قبل ان الصنعه خاصها شي خاصنا معارض. حنا ديجا مع كورونا ما بقاش عندنا المعارض، ما بقى عندنا حتى شي حاجه، خاصنا نخدموا، خاصنا نقلبوا على الخدمه. يعني اضطرينا نديروا له معارض هنايا باش ناتيريو لاطونسيون ديال الناس، باش المنتوج ديال اي واحد يحطو ونشوفوا نتعاونوا مع الناس واش يقدروا يشريوه من عندنا، واش نحيوا هاد الصنعه، لان هاد الصنعه راه ماتت. كل شيء ديال السايس ديال سيدي غانم اغلبيه اللي كنعيطوا ليه كيجي مرحبا به. الرساله ديال اللي غنوجهها انا للوزاره، شنقول لك؟ يحاولوا يوقفوا مع الصنيعي. انا ديما كنبقى كندافع على الصنيعي، حيت الحرفه غاده تموت، ما بقاوش الدراري اللي باغيين يخدموا الحرفه. انا كنوجه هذه الكلمه للدراري الحريفيه، كيجيو البنات كيتعلموا، الاولاد ما تيجيوش، دونك هذه الحرفه غتموت. بكري كانوا ديروا البرشمان، كانوا الدراري تيديروا الدرس، كيديروا العقاد، كيخدموا خدمه اليد. خدمه اليد غتنقرض، ما غتبقاش. الصناعه التقليديه ما ضرش من شحال هادي. شنو اللي ضر الصناعه التقليديه؟ ضرها خدمه السوق، خدمه المارشيات، يعني بحال كنقول خدمه الشينوا اللي ولات داخله دابا. الجلابه تتلقاها ب 2600 1600، هاد الحريفي غادي يخدم الجلابه غير خدمه ما يخدمهاش بالثمن باش غادي يعيش هو. بدات كتحتضر، فوالا هذا هو المفهوم ديال الصناعه التقليديه، انها بدات كتحتضر. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.